المسألة بتقول لي ايه؟ we have a drink that has a kilo calories of energy per 100 milliliters. How many kilo calories of energy does b milliliter of this drink have؟ انا مثلا زي البيبسي مثلا، لما باجي اشتري كنز بيبسي بيقول لي عندي مثلا في كل 100 ملي في 70 كالوري. زي الانرجي درينك، اي بقى حاجة يعني عامة، كوكاكولا، ريد بول، كل الكلام ده بيقول لي لما بتيجي تقرا الحاجة عنده بيقول لي كل 100 ملي في مثلا سي 50 كالوري، 45، 90، هكذا. فهو هنا بيحدد لي، بيقول لي انا عندي مشروب في كل 100 ملي لتر عنده في ايه فاريبل كيلو كالوريز. طيب تمام، هو عايز ايه؟ عايز يحسب هاو ميني كيلو كالوريز لو الملي متر، الملي لتر دي اتغيرت، يعني بدل 100 بقت 200 مثلا. طيب ممكن تعالى كده على جنب، هو مثلا مديني الملي، 100 ملي فيها مثلا سي من عندنا مثلا، هي بس برضو الكونسترينز فيها 45، 45 كالوري في الميت ملي لتر. حلو حلو، هيبقى فيه كام، في مثلا مجهول اسمه اكس، في كام كالوري لو الميت ملي دي بقت 200 ملي؟ هي فاكرين السيزرز 45، فاكرين المقص لما يقولك اضرب ده في ده على ده، عايز اجيب الاكس، الاكس تبقى ايكوال كام؟ 45 مانتبلاي 200 على 100 equal 90. المقص هي ماس، ماسه بسيط كمان يعني، فاهم؟ انت لو بورقة وقلم هتفهمه على طول يعني. ايه اعتقد ان ده اللي انا كاتبه هو بس يعني لو جينا، بس هنا في تريكة برضو، ان مثلا في هنا ريميندرز، فاحنا مش هنستخدم الانتجر، هنستخدم دبل. حلو حلو، في الداتا تايبس زي ما وضحت لك، في فلوت، في دبل للريميندرز، وفي انتجر، وفي زي ما الباشمهندس يوسف جمال شرح في الليكتشر. تمام، نبدأ مثلا نكتب الكود. احنا قلنا انت ال a و ال b ونخزنهم سي ان ال a سي ان ال b. هنعمل سي اوت، يعني هو الشيت اصلا بسيط، سي اوت هو كله نفس الفكره، ال a مالتبلاي ال b ديفايدد ال 100 ان بلايد. بس لو انا عملت سبميت للكود ده هيديني ايرور، هيديني ريجكت. ليه؟ احنا استخدمنا هنا انتجر واحنا قلنا هنستخدم دبل. تعالى كده، فين كوبي ويديني 166.5. بالظبط، نجرب مثلا أول واحد. الداتا تايبس خلوا بالكم منها يا شباب، لأن ممكن أنت مش عارف تستخدم أنهي داتا تايب فتجيب ريجكت مش أكسبت، وأنت جايب فكرة المسألة صح. يقرا الكونسترينز كويس. نعمل ناخده، نعمل سبميت. ممكن اعمله هنا accepted، يعني انا كنت جايب فيها رونج، هشوف الرونج دي كانت ايه. دبل، انا كنت عامل بلس مش عامل، ماشي مش واخد بالي ان مالتبلاي. اوكي، ممكن حاجات زي دي تتلخبطك عادي جدا.